الآن في المسجد المركزي في لندن، حيث ننقل لكم أجواء صلاة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معنا في هذا اللقاء الدكتور أحمد الدبيان، وهو مدير المركز. بداية دكتور، لو نتعرف منك على أجواء الحج هذا العام، الحج الحجيج الذين خرجوا من المملكة المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أهني الأمة الإسلامية كلها بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك. عاد الله على الجميع بالصحة واليمن والخير والبركات. الأمر الآخر هو أن الحج لا شك موسم عظيم من مواسم الخير ومواسم الطاعات، وتحتفل به الجالية كلها، وخاصة أن الجالية مكونة من عدة جاليات أصغر، وهذه الجاليات لها طبعا عدة احتفالات تسبق موسم الحج، احتفاء واستعدادا لمن يسافر الحج. خرج هذا العام ولله الحمد 19,000 حاج من بريطانيا. هذه إحصائية من المملكة المتحدة. هذه إحصائية من المصادر الحج في المملكة العربية السعودية. 19,000 من مصادر السفارة السعودية، سفارة خادم الحرمين في لندن. من هذه المجموعة ما يقارب 16 شخصا هؤلاء وفد الحج الرسمي الذي عمل المركز الثقافي الإسلامي في لندن على تسييره لمساعدة الحجاج البريطانيين، خاصة في الشؤون الطبية والاجتماعية، وهذا تم بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف. لا شك موسم الحج موسم كبير تشرب إليه النفوس وتمتد إليه أعناق المسلمين جميعا. من حج منهم سعيد باستعداد لهذه المناسبة، ومن لم يحج فإن في بيته أحدا سيذهب إلى الحج أو في مجموعته أو في مسجده، وهذا جو عام ينتاب الجميع. هذا العام أيضا لابد أن نشير إلى قلق كبير أبداه كثير من المسلمين في الجالية، وظهر هذا عبر بعض القيادات من الدعوات لتسييس الحج، ومن ما تريد بعض الدول أن يشوب الحج من أعمال سياسية أو نعرات طائفية أو دعوات لمناطق معينة أو لجنس معين من الناس، وهذا لا يجوز، لأن الحج لا شك أنه مؤتمر عام يشهده جميع المسلمين وتحتفل به الأمة كلها في صعيد واحد حين تجتمع في صعيد عرفات أو في منى. وفي هذه المناسبة أيضا اسمح لي أن أوجه الشكر كذلك لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين باسمي المسلمين في بريطانيا والجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية، لقاء ما يتم هناك من خدمات ومن أعمال جليلة ومشروعات كبيرة لخدمة الحجيج. وكذلك لا أنسى بل يجب أن أوجه التهنئة والمباركة لجميع قيادات العالم الإسلامي والمسلمين بهذه المناسبة الكبيرة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود على الجميع في ظروف أحسن من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية في هذا اليوم. نعم دكتور، إذا خرجنا من الحج ودخلنا في أجواء عيد الأضحى المبارك، هنا في المملكة المتحدة تواجه الجالية المسلمة مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الأضحية، وهي شعيرة مهمة من شعائر عيد الأضحى. كيف يمكن للمسلم أو للفرد المسلم أن يتعايش مع تلك الشعيرة وهي ليست موجودة هنا في المملكة المتحدة؟ نعم طبعا، الأنظمة الصحية والأنظمة المتعلقة بالأطعمة في بريطانيا تمنع طبعا أن يأتي الشخص بأضحيته إلى بيته أو إلى شقته ليذبحها وينحرها بنفسه، ولكن هذا الأمر له حلان الحقيقة. أولا هو الخروج إلى المسالخ المصرحة والمزارع، وهذا ما يفعله بعض المسلمين بأن يخرجوا خارج المدن إلى المزارع ويشتروا من هناك بعض الأغنام أو الأبقار ويتم ذبحها في الأماكن المعدة لذلك. هذا طبعا فيه بعض المشقة لا شك، ولكن فيه حقيقة كثيرا جدا من النظافة ومن الالتزام بالقواعد والضوابط الصحية التي تشرعها هذه البلاد. هناك شيء آخر وهو أيضا جميل وجيد، وهو أن الجالية الإسلامية والأقلية الإسلامية تتقدم عبر صناديق وحسابات للأضاحي كما في المركز الثقافي الإسلامي هنا ومسجدنا المركزي لإيداع هذه الأضحية، وطبعا قبل العيد أحيانا بأسبوعين بأسبوع إلى الأيومين السابقين للعيد، وتتولى المؤسسات الإغاثية والإسلامية كهذا المركز تحويل هذه الأضاحي إلى الجمعيات الإغاثية التي تعمل في مناطق عديدة في العالم الإسلامي. نعم، نظرا لأن أنا ألاحظ أن في المملكة المتحدة سعر اللحمة أو اللحوم منخفض، فلا يوجد من يحتاجها أعتقد. يعني هو أحيانا في بعض الدول الإسلامية، لعلك ربما لا تصدق إذا قلت أن بعض الدول الإسلامية أغلى بكثير ربما 3 مرات من اللحوم الأضاحي في بريطانيا. يعني لحوم الأضاحي على حسب التقدير تتراوح الآن ما بين 55 جنيه استرليني في كينيا مثلا،
وتمتد إلى أن تتجاوز 200 جنيه استرليني في بعض المناطق الصعبة مثل سوريا ومثل العراق أحيانا. وطبعا بين هذا خيارات عديدة. المركز في هذا العام تولى إرسال مجموعة من الأضاحي إلى كينيا وإلى المملكة المغربية وإلى مناطق في شمال باكستان في كشمير، وتولى كذلك إرسال إلى اللاجئين المسلمين الروهينجا في ميانمار عبر طبعا الجمعيات المختصة وهي الجمعيات. دكتور، هل تنصح أنا كمسلم مقيم هنا في المملكة المتحدة، هل أقدم على أضحية هنا في المملكة المتحدة أم أفضل لي أن أرسل الأضحية إلى البلاد المسلمة؟ لا شك أن مباشرة الأضحية من الناحية الشرعية بالنسبة للمسلم نفسه، يعني يباشر أضحيته بنفسه وينحرها ويتولى طعام الفقراء منها وأن يأكل منها بنفسه، هو أكمل وأفضل. ولكن إذا لم يتيسر ذلك أو وجد حاجة شديدة في بعض المناطق التي يخشى فيها من الفقر الشديد والمجاعة، فإن إرسالها فيه لا شك سد لهذا العوز وسد لهذا الخلل، وهذا ما يفعله كثير من المسلمين، هذا هو الذي يحدث. قد يتعذر أحيانا، قد يصعب على جميع المسلمين أن يخرجوا إلى خارج المدن لمباشرة الذبح بأنفسهم، فيكلون هذا إلى الجمعيات الإغاثية، وهذا فيه خير كثير وفي سد لهذه الحاجة لدى مسلمين آخرين في أماكن أخرى من العالم. دكتور، سأختم معك بمسألة الذبح. أنتم في حوارات الأديان، هل تعرض لكم أحد بمسألة الذبح أو تطرق إلى موضوع الذبح عند المسلمين؟ نعم، هناك طبعا دعوات داخل الاتحاد الأوروبي لإلزام المسالخ الإسلامية بالصعق قبل الذبح. طبعا الصعق بنفسه إذا كان لا يقتل الذبيحة فالذبيحة تعد حلالا إذا ذبحت نحرت على الضوابط الشرعية. المشكلة هي أن الصعق أحيانا يقتل بعض الحيوانات وخاصة الحيوانات الصغيرة كالطيور وغيرها، وهنا الإشكال. والجالية الإسلامية والجالية اليهودية في بريطانيا مصرح لهما بأن يذبحوا حسب الضوابط الشرعية، وهذا لا يفضل المسلمين الصعق خاصة إن لم يقتل طبعا. كما أن هناك بعض الدراسات التي تقول إن الصعق وإن لم يقتل فإنه يؤثر على صحة المستهلك، على اللحوم نفسها ببعض الترسيبات الدموية والكيمياء في جسم الذبيحة. ألا تشكلون لجنة يا دكتور؟ أنتم لم يأتي قانون إلى الآن في بريطانيا يمنع ذلك، إنما هناك دعوات تتعلق بحماية الحيوان وحقوقه. ألا يمكن أن تشكلوا لجنة طبية توضح وجهة نظر الذبح من الجهة الإسلامية؟ بلى يا سيدي، تم هذا التشكيل، والمركز الثقافي الإسلامي هنا عقد قبل ما يقارب 10 سنوات مؤتمرا لذلك، وتم مقابلة الوزير المختص في الحكومة البريطانية وأوقف هذا النظام الجديد. والآن هناك مراجعات لهذا النظام خاصة بعد تطور وسائل الصعق إلى أنه أصبح لا يقتل نادرا. وطبعا نحن المسلمون من الناحية الشرعية ليس عندنا مشكلة في الصعق إن لم يقتل، وهنا المحل الحوار الشرعي في هذه المسألة. لا يزال الموضوع على ما هو، يستطيع المسلمون أن يذبحوا بدون صعق، وهناك دعوات لفرض هذا القانون على الجميع وهذا لم يأتي لليوم. دكتور، كل سنة طيب. كل عام وأنتم بخير، وتحياتي الجميع والشكر لطاقم الجزيرة الجميع على هذه المناسبة الطيبة.